تأثير جد إيجابي على موقع المغرب، على محافظة طبيعة الحال على مصالحه الكبرى، ولكن كذلك على النسيج الاقتصادي وبمنفعة على المواطن المغربي. سيد مستشار، وردنا من أديس أبابا أنباء عن نوع من الاستغلال لتصريحات سابقة لمسؤول حزب مغربي استخدمت ضد مصلحة المملكة المغربية. إلا كنت تتكلمي على التصريحات ديال السي حميد شباط، نجاوبك على هذا السؤال. رغم أن ربما البعض سيقرأ جوابي كمستشار صاحب الجلالة في تأويلات أو بقراءة خاطئة جدا، ولكن هذه قضية مصيرية بالنسبة للبلاد يتابعها كل مغربي ومغربية. لا بد في نطاق الشفافية وفي نطاق معرفة دقيقة لكل ما يجري أن أقول وأن أؤكد لكم اليوم على أن بالفعل هذه التصريحات خلقت مشاكل للدبلوماسية المغربية، والكل يعلم على أن صاحب الجلالة أخذ مبادرة الاتصال المباشر هاتفي مع فخامة الرئيس الموريتاني، وبعث له وفد هام يترأسه رئيس الحكومة. بطبيعة الحال الكل يعلم ما هي مصداقية جلالة الملك وتشبثه بالقانون الدولي واحترام الجوار والعلاقات المتميزة ما بين المغرب وموريتانيا، ولكن مع الأسف هذه التصريحات استغلت بالفعل حتى اليوم أمس من طرف هذا الكمشة ديال بعض الدول التي حاربت رجوع المغرب واستغلت هذه التصريحات غير المسؤولة لتبين لمن لا نعرف على أن ربما المغرب في سياسة الهيمنة وعدم احترام الشرعيات الدولية وعدم احترام الحدود الدولية التي له مع موريتانيا. بالفعل أؤكد على أن هذه التصريحات خلقت مشاكل كثيرة، والدليل على أن الوفود الإفريقية الحاضرة بلغت الوفد المغربي على استغلال من الطرف الآخر لهذه التصريحات. هل يمكن إفادتنا السيد المستشار بالمزيد من المعطيات حول هذا الاستغلال؟ أظن على أن قلت الكافي في هذا